بابا كيرلس السادس، لا يعني تاريخ عظيم جدا في تاريخ الكنيسة، حياة القداسة وحياة الإنجازات على فكرة. وكان رجل صاحب رؤية. تقول لي يعني الرجل البسيط، احنا بنقول عليه ان هو رجل الصلاة بس، لا هو مظلوم، احنا ظالمينه، احنا بنقول عليه يعني حاطينه كده في غلاف ان هو الراجل اللي كان بيصلي للشعب، وان كان بس دي حاجة عظيمة جدا، لكن لا، هذا الرجل كان صاحب رؤية. يعني كان عنده صاحب رؤية في ايه مثلا؟ كان صاحب رؤية في التعليم، ده ما كانش بيعرف يقول عظة. ايوه بس جاب لك البابا، جاب لك الانبا شنودة اسقف للتعليم، وجاب الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي، وجاب الانبا صموئيل اسقف الخدمات. ما كانش فيه ده، يعني ما كانش فيه ده. الكنيسه ما كانش فيها حاجه اسمها اسقفيه التعليم ترسم لها اسقف خاص بيها. وانا بدعي ان الثلاث اساقفه دول، ان الانبا شنوده، الانبا غريغوريوس، الانبا صموئيل، اعتقد ان هم اللي قادوا الكنيسه ان هي توصل لتقدم وتصل للعالميه وتصل للعالم كله. انا بقول لحضراتكم وارجعوا للتاريخ، الثلاث اساقفه دول اللي جابهم البابا كيرلس السادس، طبعا هو رسم اساقفه كتير، لكن الثلاثه دول قادوا الكنيسه وخرجت من نطاق المحليه الى العالميه. كل المهجر ده اسسه البابا كيرلس السادس. طبعا البابا شنوده طور وعمل وراح للعالم كله، لكن هذا الرجل العظيم ربنا لما بيجيب بابا للكنيسة هو ربنا بيبقى عارف هيستخدمه إزاي، وربنا بيستخدم الكل ويستخدم كل واحد على حسب مهاراته وعلى حسب علمه وعلى حسب تفكيره. والله يعطي ويعطي ويعطي الكثير. نموذج حي هو البابا كيرلس السادس. رؤيتنا دايما بتبقى يعني محدوده، واحنا عارفين يعني. تعالوا كده نفتكر، انا لسه قايله الكلام ده على البابا كيرلس، على البابا شنوده، ساعه كان بيقول الناس فضلت تقول هو الراجل البسيط ده هيعمل ايه ويقدر يقود الكنيسه ازاي، رجل صلاه ورجل معجزات، لكن الموضوع محتاج فكر والمشاكل يتعامل معاها ازاي. لا، كان صاحب رؤيه حقيقي. فنظرتنا في وقت البابا كيرلس او نظره الناس في وقتها كانت غير اختيار الله، اللي شايف بشكل مختلف وبشكل ابعد الكنيسه محتاجه ايه. نفس الكلام اللي حصل في عصر البابا شنوده، وكانت الناس برضو شايفه كده. يعني البابا شنوده كان اسقف التعليم، او الانبا شنوده اسقف التعليم، لكن برضو ما كانوش شايفين فيه البطرك اللي يقود الكنيسه في المرحله دي، وتحارب كتير في بدايه حبريته واعتلاءه الكرسي ماري مرقس. لكن ربنا كان شايف ان الكنيسه محتاجه شخص زي الانبا شنوده اسقف التعليم، وكان البابا شنوده معلم الاجيال. وبعد نيحته شفنا برضو اختياره للبابا تواضروس في وقت صعب جدا 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 على الكنيسة وعلى الدولة، وكان محتاج شخصية معينة بحكمة معينة بمواصفات معينة. نظرتنا كانت غير نظرة الله، وكان اختيار البابا تواضروس الثاني. فيعني كنيستنا غنية وكنيستنا جميلة بأبائها وبقدسينها. 50 سنة مرت على نياحة البابا كيرلس، وهيفضل رجل الصلاة ورجل المعجزات وشفيع وحبيب الملايين اللي الكل بيروح له بالمشاوير. يعني في كينج ماريوت وجنب حبيبه مارمينا، الناس بتحس ان المشوار ده ولا اي حاجة ولا بيحسوا بيه، وشوفوا الزحام والتوافد على زيارته في عيد نياحته دايما. وعايز أكد هبة برضو، معلش أنا يمكن ساعات برغي كده في حاجات، بس ده بيأكد ان دايما اختيار الله اختيار صحيح، اختيار الله اختيار قوي. احنا كتير بيهمنا المنظر، ده بيتكلم ازاي، ده معاه كام لغه، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه. ويجي الله من بعيد يجيب يختار الشخص المناسب ويصنع بيه معجزه. يعني مش يخليه يعمل معجزات، هو انا في حد ذاته يكون معجزه ان هو عدى بالكنيسه في فتره من الفترات. بمناسبه اللي هي يعني نظرتنا ونظره الله، دايما احنا مثلا نيجي في صلوات القداس تلاقي نفسك بتروح للاصوات الحلوه اللي كانها بترنم، اصلي ابونا ده صوته حلو، ابونا ده صوته مش حلو، وتفضل بقى لا، هي مين اللي الصلاه اللي طالعه من القلب؟ مين اللي ياخدك ويطلع بيك للسماء؟ مين اللي بيصلي وهو حاسس انه في حضره الله وفي حضره الملائكه والقديسين؟ والبابا كيرلس كان كده على فكره. يمكن الناس تشوف انه وشه وملامحه كانت صعبه، وكان ممكن يعني يزعق في واحد ويزعل وياخد على خاطره، لكن قد ايه حنيه قلبه. واللي سمعنا كل الحكايات اللي كانت بتحصل من الاباء اللي كانوا عايشين وعصروا البابا كيرلس السادس. سريعا كده تعالوا ناخد يعني لمحات وثواني من صوت البابا كيرلس في القداس ونرجع تاني.
Thank you.